كشف عضو مجلس النواب النائب زهير شهيد عن وجود تلكؤ في مشروع مجاري قضاء طويريج الذي بدأ العمل به منذ أكثر من 12 عاما وكلف خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دينار ولم يكتمل إلى الآن. أكو مشروع وزاري من 2011 هو مشروع مجاري الهندية. هذا المشروع صار لعشر سنوات أكثر من 10 سنوات 12 سنة. هذا حال الأحياء بالمدينة. يعني أنا اليوم مشروع وزاري ب 50 مليار أو 40 مليار اضطر أنا أجيب يعني سيارة حتى تسحب المي. لعد أنا ليش مسوي مشروع؟ أنا أطلب تشكيل لجنة مؤقتة من لجنة المحافظات والأقاليم وأيضا لجنة الخدمات حتى يزورون أقضية ونواحي محافظة كربلاء وخاصة قضاء الهندية حتى يشوفون مستوى هذا تنفيذ هذا المشروع.